عضو مجلس النواب المصري علاء عابد إن المشاكل الاقتصادية التي تحيط بالأمة العربية تسهم بشكل كبير في التدخل في شؤونها الداخلية. هذا التصريح جاء في إطار مشاركته في اجتماعات البرلمان العربي في الجامعة العربية. أن مشكلتنا الأولى هي مشكلة اقتصادية، هي مشكلة فقر، هي مشكلة لاجئين، هي مشكلة أن الأمة العربية كم مشترياتها من الدول الأوروبية والأمريكتين إذا توحدت سوف يكون هناك احترام لهذه الأمة التي يتم التدخل يوميا في شؤونها.